بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة حضور هذا المؤتمر، أتشرف بالوقوف أمام حضراتكم اليوم كمنسق عام للحوار الوطني بعد أن تشرفت باختياري لهذه المهمة بعد دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له في 26 أبريل الماضي. وأتشرف أيضا بأن أكون معكم في هذا المؤتمر بعد دعوتين. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي، ثم دعا إلى المؤتمر الاقتصادي الذي نحن فيه يوم 8 سبتمبر الماضي أيضا. الحوار والمؤتمر هما أمران وعملان متكاملان ومتشابهان، متشابهان في أكثر من معنى. التشابه الأول بينهما هو التنوع. في هذا المؤتمر وذلك الحوار هناك تنوع وتمثيل تقريبا لكل أنواع الطيف السياسي والخبرة المطلوبة في الأمرين. الأمر الثاني الجدية والتناول العلمي لكل ما يطرح وسيطرح، طرح في هذا المؤتمر وسيطرح في ذلك الحوار، التناول العلمي القائم على المعلومات المدققة وليس مجرد الاسترسال في الخيالات. الأمر الثالث هو العلانية أمام الجمهور والرأي العام المحلي والدولي، فكل جلسات المؤتمر الاقتصادي كانت على الهواء مباشرة، وكل جلسات الحوار الوطني ستكون على الهواء مباشرة، فلا شيء يخفى على المواطن المصري ولا شيء يخفى على العالم، فكل هذه الهموم وهذه الشؤون وهذه الخلافات والاختلافات أيضا ستكون محلا لكي يراها الرأي العام المصري والدولي. الأمر الرابع هو أن كل من المؤتمر والحوار سينتهي إلى تحويل للمقترحات والتوصيات إما إلى تشريعات أو إلى قرارات. الأمر ليس حديثا مرسلا، سينتهي إلى شيء كما ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوتيه للحوار والمؤتمر أنه إما سيحيل للبرلمان ما يمكن أن يكون مقترحا تشريعيا أو يحيل للحكومة تنفيذيا، فذلك هو المشترك الرابع في البنية والشكل. الخامس والأخير أن المؤتمر والحوار كلاهما يسعد هو هذا الشعب بناء هذه الدولة الجديدة، هذه الجمهورية الجديدة. هدفهما ليس مجرد أهدافا فنية، ليس مجرد أن يجتهد الاقتصاديون أو السياسيون في وضع أشياء فنية، الهدف الأخير هو هدف كل دولة، هو إسعاد المواطن. أما التكامل ما بين المؤتمر والحوار فهو يأتي من أمرين. الأول هو أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كلف بالحوار وبالمؤتمر، السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي فور تكليفي بعقد المؤتمر الاقتصادي وجه الدعوة مباشرة للحوار الوطني لكي يرسل ويشارك بما لديه من استفسارات أو أسئلة للمؤتمر الاقتصادي، وتكرم أيضا بتوجيه الدعوة لمن يقومون على إدارة الحوار الوطني. وبين حضراتكم موجود قرابة 60 من الزملاء أعضاء مجلس الأمناء ومقرري المحاور واللجان الفرعية موجودون ومدعوون في المؤتمر. كما تكرم أيضا الدكتور مصطفى مدبولي بأن كل مخرجات هذا المؤتمر ستكون تحت بصر الحوار الوطني لكي يناقشها ويرى فيها بعض المقترحات التي تضاف أو تعدل، وهي بالتالي ستكون ضمن الأوراق العمل الرئيسية في الحوار الوطني. الحوار والمؤتمر في الحقيقة في تقديري وصل إلى النتيجة الرئيسية لهما. النتيجة ربما المعلنة هي الوصول لمقترحات وتشريعات وقرارات، لكن النتيجة الرئيسية الجوهرية هي أنهما قد أتاح المساحة والمساحات المشتركة بين المصريين. هذه المساحات خلقت بالفعل، وهذه الجسور التي افتقدناها لفترات ولأسباب خارجة عن إرادتنا قد بنيت بالفعل. وأن هذا الوطن الذي كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد لهذا الوطن قضية، قد تحقق. هذا الهدف الرئيسي تحقق، ويبقى أن نستكمله معا بأهداف أخرى للمؤتمر والحوار، وهي هذه التشريعات وهذه القرارات التي يجب أن نتوصل إليها كما ذكرت سابقا، وهو من أجل إسعاد المصريين. الأمر الأخير قبل أن أقرأ التوصيات، وأنا آسف على الإطالة في هذا الجزء، وهو أن ما يعكس أهمية هذا المؤتمر ليس فقط توصياته التي سنقرأها معا الآن، ولكن أمران.
الأمر الأول هو أن الحكومة قد قررت أن تشكل لجنة لمتابعة كل التوصيات والمقترحات التي خرجت منه، يشارك فيها المعنيون لتحويلها بالفعل إلى إما تشريعات أو قرارات تنفيذية. الأمر الثاني هو أن من حضروا وشاركوا في هذا المؤتمر، وهذه بعض الإحصائيات التي يعني أمدتنا بها إدارة المؤتمر، أكثر من 1200 شخص شاركوا في جلسات هذا المؤتمر وفي جلستي الافتتاحية والختامية ولجانه. من بينهم التنوع الذي أشرت إليه، لدينا مثلا من الحكومة والرؤساء الجهات التنفيذية 95 تقريبا، لدينا من السادة الوزراء السابقين حوالي 7، لدينا من مجلس النواب ومجلسي الشيوخ والنواب قرابة 100، لدينا من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية قرابة 90، لدينا من أعضاء الحوار الوطني كما ذكرت قرابة 60، لدينا من السادة السفراء ومنظمات الدولية وممثليها 60 أيضا، لدينا من المستثمرين وأعضاء الغرف التجارية المصرية والأجنبية أكثر من 300، لدينا خبراء في الاقتصاد من أساتذة جامعات وخبراء قرابة 50، لدينا من السادة رؤساء البنوك والمسؤولين عن القطاع المصرفي ما يزيد عن 25. كل هذا يؤكد جدية هذا المؤتمر، أن ما دار لم يكن حديثا مرسلا، وما دار كان أمرا في الحقيقة تحتاجه مصر في هذه اللحظة، وهو ما انعكس في توصيات هذا المؤتمر، والتوصيات والمقترحات التفصيلية تزيد عن 200 مقترح وتوصية.